على السمعة يعني إذا الخانم عروس بتضحى بالفئة. يا والله كنت عروس يا مو، وأنا وفيد من أدام الصباح. بدك ترصي عليها شوي، يعني هي تنام للظهر وأنتوا تقوموا بشغل البيت كلياته وتعملوا لها أكل كمان. والله ما بعرف، ما صار لها كم يوم عنا وأنا ما بدي زعلها. لك أوعك يا مو أوعك، إذا رخيتي لها الحبل بتشطح وتنطح على كيفها. ما حلفك قلبك طيب. أهلين فورات، انتي هون؟ والله ما حسيت عليكي، شلونك تقبريني؟ اهلين مرت اخي. كيف بدك تحسي علي وانتي قافله على حالك الباب؟ ايه كنت عم غير اوعيه تقبريني لانه قرب يجي ابن عمي ولازم يشوفني باحلى حلاس. ها الا ايوه انتي حلوه كيف ما كنتي. عادي قشري توم لطفيه. توم؟ ايه توم، ما بتعرفي تقشري سنتوم؟ لا بعرف، بس مرت عمي هلا ابن عمي بشم ريحه ايدي توم. تقبريني بتغسلي اكثر من المي ما في. يلا يلا اجا معتز. اعوذ بالله. شبك يا مو؟ يا مو قليله لمرت اخي تحط غطا على راسها. والله ما انتبهت مرت عمي. ما انتبهتي؟ هي بدنا نقلك عليها كمان. خدي خدي، تفضل تفضل سلفي حطيت على راسي. يا مو هدول شويه فواكه جبت لك اياهم معي. يا مو اعطيهم لدلال وجميله. دلال وجميله عم يلعبوا الاولاد بغرفتهم يا مو. لكن حطهم بالمطبخ تقبرني. عاوزة شي يا مو؟ وين رايح يا مو؟ راجع على شغلي. بدك شي؟ لا ما بدي شي، مع السلامة مهونة. السلام عليكم. لطفية بدك تديري بالك، صعي معتز مثل أخوكي ما حكينا شي، بس إذا عصام دري ما رح يهون عليه إنك أمتي بلا غطا قدام أخوه، رح يزعل كتير. ها ايه وانا شو دخلني؟ معتز فات من غير لا احمو لا دستور. يعني انا لو مالي موجوده كنت صدقتك. ليش الكذب؟ اه زلمه قال يلا مرتين وانتي نسياني حالك. ايه ما انتبهت عليه. ما انتبهتي؟ خلصنا بقى قصه وصارت. انا عم بحكي مشان مره تانيه.